السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الوصفات الرمضانية. في هذه الحلقة غادي نشوفوا عسل ديال الموند اللي غادي نحتاجوا ليه جوج ديال الحبات الموند وجوج كيسان كبار ديال عصير الليمون، ما يعادل نص إترو، والسكر حسب الذوق معلقة كبيرة، وعصير جوج ديال الحامضات والقشور ديالهم، قشور ديال جوج حامضات. بالنسبة هنا للمونغ هنايا كيفما كتشوفو راهي مجمداها، يعني حطيتها من قبل في المجمد. نبداو على بركة الله، غادي ناخد المونغ نزيد عليها القشور ديال الحامض، عصير الحامض والسكر، ما عندي معلقة كبيرة، العصير ديال الليمون. غادي ندير القياس اللي غادي يعصر لي هذا، ومن بعد نزيد الآخر. غادي نزيد الباقي ديال عصير الليمون، نزيد نعصر، ايوا هنا العصير وجد كما كتشوفوا عاقد، وبصحة وراحة. هكا نكونوا سالينا الحلقة ديال اليوم، نتلاقاو الحلقة الماجية ان شاء الله. سلامة.